شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت احداث الفتره الاولى والثانيه مباراه كره السله الاهلي والقناه بتقدم النادي الاهلي 34-26 في مباراه شهدت نديه في اغلب فترتها. برحب بكابتن محمد سلعاوي في المره الثانيه. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك كابتن عايز. كابتن محمد، يعني يمكن اهم حدث في المباراه كان اصابه عمر طارق، ودي يمكن اهم شيء لان احنا مش عايزين نفقد جهوده في الفتره القادمه. راي حضرتك عن اصابه عمر، وكمان راي حضرتك عن المستوى الفني اللي قدمه الفريقين. هو دلوقتي طبعا الف سلامه لعمر طارق، دي اصابه ان شاء الله تكون بسيطه، وهي لكن اللي انا عايز اقوله ان احنا بدانا المباراه بالتشكيل الاساسي للنادي الاهلي اللي هو بيتكون من مايكل تومسون كصانع لعب، وعمر طارق واحمد حمدي لاعب ارتكاز، وايهاب امين وعمرو زهران اجنحه. بعد ثلاث دقائق بالظبط في اصابه عمرو طارق في كوره تالس بين انكل يا كابتن، كان بيلم يعني الكوره فجاله التواء في مفصل الكاحل، ودي اصابه متعوده للاعب البصريه. بس هو كابتن انا احنا ما شفناش قوي، هو ما نزلش على رجل لاعب القناه، ما نزلش على رجل، هو نزل على رجله، نزل على رجله، فالظاهر كان الالتزام بتاعه مش مظبوط، لكن دي اصابه عاديه جدا وبسيطه بالنسبه لاي لاعب باسكت، وانت واحد لعيب باسكت وعارف ان هي ما جاش. بس المهم انه بس في الاحجام الكبيره اللي كان زي حضرتك مشكلة. بتبقى مشكله يعني حضرتك كنت لاعب لاعب يعني او لاعب ارتكاز، الاصابات دي بتبقى مع الجسم ده بتبقى مشكله. بس هو الحمد لله مشي وخرج 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 ان شاء الله هتكون بسيطه. بس هو ممكن يلحق ماتش جوه ممكن ما يلحقش، لكن اللي يهمنا الدور اللي بعده لان الماتشين دول هيبقوا خلصانين. بس احنا يا كابتن استاذن حضرتك يعني طبعا في وجودك بنحيي فريق القناه الصراحه. انا عايز اقول كانت بدايه كان في لعيب القناه في بدايه الجيم قلقانين او مخضوضين من الملعب ومن اللعيبه ومن ابطال العرب كده، لكن سرعان ما دخلوا في الجيم وانا بشيد بيهم، ومدربهم مدرب ذكي جدا، فرقه كويسه، لكن برضو احنا بيلعبوا بطل العرب، يعني برضو احنا مش عايزين ننسى ان احنا وعلى ملعبنا الحمد لله بيلعب بطل العرب، وممكن في اي وقت السكور يفتح زي ما شفنا يعني 8 بونت جم في يمكن اقل من دقيقه السكور فتح بالشكل ده. وانا اعتقد ان احسن اثنين لعيبه في المباراه محمد صلاح صانع لعب فريق قناه، وعمرو زهران لاعبنا في النادي الاهلي الاهلي. لكن اللي انا عايز اقوله برضو ان احنا كان عندنا في بدايه الجيم توهان في الدفاع شويه، او معنى صحيح ان احنا بدانا رجل لرجل فكان في سرحان شويه في الدفاع. طب كابتن عايز اسال حضرتك برضو يعني سؤال، النهارده احنا في اثنين لعيبه او اكتر ما شاركوش فيها من التشكيل اللي موجود، في مودي الجرحي ما شاركش، ابراهيم جمال شارك، تفتكر ممكن يكون في الفتره اللي جايه او في الفتره الثالثه والرابعه مشاركه اللي ما شاركوش؟ يعني بص يا كابتن نشوف ال 12، مايكل تومسون لعب، عمر عزب لعب، عبد الرحمن حسام لعب، عمرو زهران، ابراهيم جمال، احمد مهيب لعب، عمر طارق، ايهاب امين، احمد حمدي، عبد الله ناصر، مؤمن خيري، الفاضل بس يعني مودي الجرحي، وده يمكن بيدل على فكر الراجل اللي هو مستر اجوستي انه بيلعب بال 12 لعيب الكوارتر الاول والثاني. هو بس اعتقد ان هو اللي هو ليه سياسه معينه في الزق باللعيبه المصابه. اعتقد بدا في الشوطين الاولين بالجمال، ولازم الجمال كان ياخد وقت لان الجمال محتاج. لو محتاج ولو رجع الجمال هيبقى في شكل تاني برضو بالاضافه جامده جدا بالنسبه للناس اللي موجوده بلا شك طبعا. وهيكون تغييره كويسه او بالنسبه لايهاب امين ومهيب والناس دي، لان هو الولد بعيد فتره ومحتاج والولد نموذج طيب للباسكت تحب تتفرج عليه بصراحه. طب كابتن مودي الجرحي اعتقد هيبدا يزقه في الثالث او الرابع حسب رجوعه وتمارينه بعد اصابته، لكن الراجل بيعرف يسيستم اللعيبه ازاي ال 12 لعيب يكونوا على مدار الجيم. طب كابتن احنا شفنا فريق القناه النهارده بيلعب طول المباراه مان تو مان على النادي الاهلي، ما لجأش خالص لدفاع المنطقه، ونفس الكلام مع النادي الاهلي بيلعب دفاع رجل لرجل، ويمكن مستر اجوستي دي سياسته من بطوله القاهره وايضا مرورا ببطوله العربيه وصولا الى دوري المرتبط، ما شفناهوش بيلعب زون خالص يعني. انا ما شفتوش بصراحه يعني ما شفنا يعني واضح ان الزون مش في حسابات مستر اجوستي برغم ان هو في الزمالك كان بيلعب زون كتير. يعني هو ماسك الزمالك كان بيلعب زون، لكن هو طبعا تفتكر هي امكانيات فرق يمكن ممكن؟ هي طبعا بيختلف نادي الزمالك عن النادي الاهلي، وبتختلف رؤيه المدرب في ايهما اصلح لفريقي، انا فريقي اقوى في ايه دفاعا، ايه اقوى. واعتقد ان الباسكت يعني كره السله بالذات هي عمليه راجل لراجل. نعم صحيح. هو التفوق اذا انا تفوقت عليك في الدفاع مش هتخسر الجيم، اذا انت تفوقت عليها في الهجوم هتكسب الجيم. صحيح. فهو اساس معركة. هي معركه اساس كره السله هي الدفاع بطريقه المان تو مان. طب كابتن يمكن القناه برضو يا كابتن على النقيض، يعني انا يعني هل هو لو كان لجأ للدفاع المنطقه
واعتمد ان احنا مش موفقين النهارده في رميات الثلاثيه، يمكن النهارده رميتين فقط اللي احنا جبناهم على ما اتذكر، هل يمكن كابتن بهنسي كان محتاج لو فكر يلعب زون كانت بأزمة بالنسبه لنا، ولا احنا ما عندنا الصويبه المهارين كتير في الفرقه؟ هو طبعا اي مدرب من ذكائه انه هيخشى يلعب زون مع النادي الاهلي. السبب يا كابتن؟ السبب عندك ايهاب امين، عندك جمال، عندك مهيب، عندك تومسون، عندك حتى الاربعه والخمسه بتوعنا بيطلعوا بره ويشوطوا، عزب بيشوط، الفرقه كلها بتشوط، فما اقدرش انا كمدرب اضحي من الاول، لكن من خلال المباراه ممكن اتغير فلسفه المدرب الشوط الثالث والرابع على حسب رؤيه المباراه. هو كمان يعني الاعداد بيبلغني دلوقتي جدا، الاعداد بيبلغني انه عمر طارق خارج المباراه تماما النهارده، وده كان واضح يمكن بعد محطه ثلج، بس اكدوا لي المعلومه دي انه خارج مباراه النهارده عمر طارق خلاص. يبقى الشوط الثالث والرابع احنا هنلعب سفين انكل طبعا اللي توقف الجاحظ زي ما حضرتك قلت، فاحنا كده هنلعب 11. خلاص احنا 11، بس انا طول عمر النادي الاهلي ما فيش يعني الاصابه لن تمنع ال 11 انه يقوم بواجبه، هيغطوا ويلعبوا وكل حاجه، وربنا يشفي عمر طارق لانه لعيب ارتكاز، لعيب مفيد لمصر مش للنادي الاهلي. طب يا كابتن حضرتك شايف يعني اصابات الخمسات اللي عندنا، يعني عمر طارق اصيب النهارده، عندنا سيف سمير خمسايه اخرى برضو عنده اصابه، يعني الخمسات عندنا ده يعني عنصر مهم وكان ليه دور كبير جدا في البطوله العربيه وكان مصدر قوه كبيره لفرقتنا. النهارده احنا بنتعرض للاصابه الثانيه في نفس المركز. شايف يعني نلحق الماتش اللي جاي الجمعه ونلحق دور الثمانيه اللي بعديه، ولا الاصابات دي ممكن تاخد وقت اطول؟ لا ان شاء الله هنلحق وكده، بس انا عايز اقول لك يعني بحكم خبرتي انا او بحكم ان كوني كنت بلعب في هذا المركز، ان اكثر لاعب عرضه للاصابه هو اللاعب رقم خمسه او اربعه اللي تحت الباص، التحامات قوه زق ضرب، فبيبقى اللاعب ده بيتحمل. بعدين في اصابات يعني قدر، يعني زي اصابه عمر كده، زي اصابه عمر هو طلع حط الكره في الباسكت نزل بعدم اتزان فجاله التواء في مفصل القدم. طب كابتن عايز اخد راي حضرتك في حاجه، النادي الاهلي حط في الفتره الاولى والثانيه 34 نقطه، لو ضربنا ده في اثنين اللي هي الفتره الثانيه بالافريج او بالمعدل يبقى احنا حاطين بيلو 70 بوينتس، يعني هنحط تقريبا 68، ده لو في يعني قول نقول اراوند 70 بوينتس بير جيم، وده معدل اقل كتير قليل جدا من اللي احنا بنحققه. ليه؟ انا كنت لسه عايز اقول لك ليه احنا حطينا 34 نقطه في الشو في الشوط الاولاني والشوط الثاني، لو حطينا زيهم هيبقوا 68 نقطه، ده قليل عن المعدلات بتاعتنا. ليه يا كابتن؟ ايه السبب؟ عدم توفيق الثري بوينت النهارده، الشوط اللي هو اتشاط كتير من بره، برده فيش تركيز في الفاول شوتنج، مفيش جري فاست بريك، لان مفيش لم كور وطلوع فاست بريك بسرعه، ودي من الحاجات اللي احنا صحيح مكسبنا كان فيها، ان احنا كان عندنا تحول من الدفاع للهجوم سريع جدا، فالتحول ده كان بيديك ليه في السكور بتاعك يعني حوالي 15 نقطه زائد الثري بوينت، يعني مثلا النسب النهارده وحشه جدا نسبة. طب هل يا كابتن ممكن على ارضنا ممكن تحط كمان في هذه الاسباب، يعني بعد اذن حضرتك هل ممكن نحط غياب هدافين كبار النهارده زي عمرو الجندي احد الهدافين اللي كانوا بيبقى ليهم على الاقل 10 15 نقطه في الماتش، غياب هدافين عن السكور، ولا مش ده المؤثر قوي؟ لا هو برضه بص يعني الفرقه النادي الاهلي كل واحد فيهم مؤثر. صحيح كل واحد، عشان لا نغفل حق عمرو الجندي لعيب له وزنه وهداف ورجل، انتقاله من النادي الجزيره النادي الاهلي مكسب للنادي الاهلي بلا شك. صحيح، وعندنا سيف سمير برضو بيحط من تحت الحلقه سكور طبعا، عندنا محمد ابو النصر في حالاته بيبقى جاي يعني جدا. انت غايب عنك مثلا ما يقرب من 20 25 نقطه. صحيح، واخد بالك، بس اللي موجودين انا في اعتقاد شخصي الموجودين هيقدروا، وانا اعتقد ان المباراه هتعدي فوق ال 70. طب سؤال برضو يا كابتن، نادي القناه حط في كوارترين 26 نقطه وهو معدل جيد كدفاعيا لينا، ان انت تخلي فريق تحط تقريبا 13 نقطه في الكوارتر بير كوارتر، يعني ده جود ديفنس منك. اذا احنا نجحنا نخلي القناه يحط المعدلات الطبيعيه بتاعته مش لا اكتر ولا اقل، بس احنا كده بالمنظر احنا مشكلتنا هجوميه. كلامي صح ولا انا غلطان؟ لا كلام مظبوط 100%، كلام يضر على لاعب باسكت يعني لا ده تلميذك يا كابتن. فانا عايز حضرتك في اللعبه عايز اقول لحضرتك ان 26 نقطه اللي حطوهم القناه معدل برضو تهديفي بالنسبه للدوري الممتاز الف، معدل قليل جدا 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 بالنسبه ل 20 دقيقه لعب.
يعني لو تقسموا ال 26 نقطه على 20 دقيقه هيطلع معدل ضعيف جدا جدا. يبقى جود ديفنس، يبقى جود ديفنس. يبقى احنا قدرنا نعمل ديفنس المان تو مان، نجح اللي مستر اجوستي لعب بيه، نجح في تنفيذ ما هو عايز. لكن اعتقد ان احنا كالهجوم في الثالث والرابع هيتحسن عن كده، لان هنبدا نجري عليهم شويه. يعني يا كابتن اذا يعني حضرتك شايف دفاعيا تفوقنا ونجحنا، دفاعين تفوقنا نجحنا، لكن تهديفيا محتاجين اكتر، محتاجين اكتر، محتاجين اكتر، ويمكن شويه طب ده يتحقق بيه يا كابتن؟ يتحقق بالفاست بريك طبعا، بالرباط الاول نلم كوره، برافو، وبعدين نجري فاست بريك، يبقى التحول عندنا سريع من نركز شويه في الفاول شوتنج، نركز في 3 بوينت و2 بوينت. طب شايف ده ممكن يتحقق في تاتو رابع يا كابتن؟ يتحقق ان شاء الله، لان احنا بنلعب على ارضنا. المفروض احنا عندنا في بنسبه التصويب سواء فاول شوت اللي هي الفاول شوتنج بواحد او الاثنين او الثلاثه، النسبه عاليه جدا لان احنا بنلعب على ارضنا، فده طبيعي ان يتحقق، طبيعي ان يتحقق في الثالث والرابع. لكن اعتقد ان فريق قناه في حدود الامكانيات المتاحه ليه عمل ما هو عليه. يعني احنا في الشوط الاول والثاني بنقول تمام. خلاص يا كابتن علي، بعد اذن حضرتك انا شايف خلاص تم استدعاء اللاعبين على الخط استعدادا لانتقال المباراه. اعزائي المشاهدين، سنطير الى صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره لنقل الاحداث او احداث الفتره الثالثه والرابعه، الاهلي والقناه في دور ال 16 دوري المرتبط 2021 2022 مع معلقنا كابتن احمد مناع، فالى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم.